الضاحية الجنوبية مجددا. لماذا لا تأتي المساعدة الدولية في وقتها؟ من أمامي ما تبقى من تلفزيون لاتين على الضحية. من أمام الضاحية الأبية تفاوض غير المباشر والتبادل. إنها الغارة الثانية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما كانت ساعات 24 تفصل بين الحرب وبين إتمام شهرها الأول، بدأ أن تل أبيب تريد خوض حرب أعصاب رديفة، فأعلنت حكومتها الأمنية المصغرة قرار توسيع الحملة البرية حتى استعادة الجنديين وإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني. كلام القاعات بدا الميدان عصيا على تحقيقه، خصوصا وأن المعارك كانت لا تزال تدور حتى لحظته على تخوم القرى الحدودية. السياسة في هذه الأثناء بقيت محافظة على إيقاع حركتها المرتفع، وبعد وزير الخارجية الألماني عاد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ليحط رحاله في بيروت بشكل مفاجئ. ما زالت المحادثات والاتصالات قائمة، وما زالت الترويكا العربية في نيويورك تقوم باتصالات وتعقد اجتماعات مع المسؤولين في الأمم المتحدة، وحتى الآن لم يوضع مشروع القرار بالحبر الأزرق، ولدى وضعه بالحبر الأزرق يجب أن يمر عليه 24 ساعة. وبينما كان ديفيد ويلش يعمل على إقناع لبنان بالقبول بأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. اليوم الأخير من أيام الحرب قبل أن تبلغ شهرها الأول كان يوم غارات عنيف في الجنوب والبقاع والضاحية. وكان سبق ذلك غارات وقصف مدفعي مركز على طول الخط الساحلي. هذه المناطق تعرضت لقصف وغارات بالمدفعية الثقيلة. في آخر كلمة متلفزة تحدثت أنا أن العدو سيلجأ نتيجة الإخفاقات العسكرية والتي ما زالت مستمرة إلى الآن على كل حال، سيلجأ إلى المزيد من الضرب للبنية التحتية وللمنشآت المدنية وللاعتداء على المدنيين، وبالفعل هذا هو الذي يحصل. المزيد من المجازر من القاع إلى الشياح إلى الغازير إلى أماكن كثيرة لا تعد ولا تحصى. واليوم جاء دور العاصمة بيروت، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية المعادية بإلقاء المناشير فوق منطقة وطل مصيطبي. سيد حسن نصر الله هو الانتصارات، ونحن صامدين ببيروت، ونحن اني بزت المناشير ونحن عم نجمعهم ونحرقهم.